رسالة أولى مساحاتنا الصباحية رح تكون مخصصة للطفل. رح نحكي اليوم عن مصطلح سوء التكيف، وهذا الشيء ناتج عن عدم تقدير الطفل لذاته أو انسجامه مع المحيط والمجتمع. اليوم رح تخبرنا تفاصيل أكثر الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. صباحك يا رندا وكل عام وأنت بخير. صباح الخير، سعد صباحكم. صباح الخير رندا، وأكيد كل عام وأنت بخير وجميع المدرسات وجميع يلي أكيد حاضنين الأطفال بألف ألف خير. بداية خلينا نعرف مشاهدينا عن مصطلح التكيف النفسي. هلا اول شيء التكيف هو لما انا بكون قاعده ببيئه معينه وبتكون متكيفه معها بعاداتها بتقاليدها بالطقوس اللي موجوده فيها بافكارها، هي كلها بتكون انا او بتكيف معها، يعني انا بقدر انسجم معها بقدر اتعايش معها اكون جزء من هاي المجموعه، او لا ما فيني انا اكون متكيف معها فبينتج عندي سوء تكيف، فهو بيكون تكيف او ايجابي او اما سلبي، وهذا بينعكس كثير خصوصي على الاطفال، بينعكس على فترات بعيده من حياتهم. لهيك نحن دائما بنقول التكيف يساوي الانسجام يساوي التعايش بطريقه ايجابيه وسهله، ما يكون في صعوبات عند الطفل بتخليه ما يقدر يكفي نهاره مثلا بانجاز معين، او حتى احيانا بتلاقيهم بينجزوا بس هن ما بيكون عندهم هذا التقدير للانجاز اللي هن حققوه، فبينشا من هون سوء بالتكيف او سوء بالانسجام مع المحيط اللي قاعد فيه. قد ايه بتاثر رندا بعدم تقدير الطفل لذاته وانسجامه؟ هلا للاسف اللي عم بيصير انه نحن انا بقول لهم دائما اول خطوه هي لما انا بقارن الطفل برفقاته او باخواته او بقارنه باشخاص تانيين يمكن ما يكون عندهم نفس الظروف، انا بقول له شوف كيف شارك بمعرض رسم وكان رسمه كثير حلو بالمقابل انا ما اعطيت لابني امكانيات انه يجرب مثلا يرسم، فالطفل هو ما بيعرف هذا التفصيل، هو بيصير عنده انه انا اقل من الاشخاص اللي حوالي او اللي عم بتقارن فيهم، من هون بينشأ سوء تقدير للذات اللي بيؤدي لفتره لبعد فتره بيؤدي لسوء تكيف اللي هو ناتج عن عدم تقدير الذات او عدم تقبل الذات والاحباطات المتراكمه. كمان في ممكن مثلا التنشئة الأسرية اللي بيكون فيها كتير ضغط بالبيت، بيكون فيها كل شيء محسوب بالبكلة إنه لازم كل شغلة يعملها أبدا صح وبكل قيود، للأسف الطفل إذا ما غلط بأمكنة معينة فهو ما اكتسب هاي الخبرة ولا اكتسب الاستقلالية وتقدير الذات عنده اللي حيخليه مع الوقت يقدر يتكيف ويتعايش مع المحيط. يعني أنا مثلا ممكن لما أبعته على المدرسة بيجوا بيقولوا لي انه انا ما تكيف ابني ما قدر ينسجم معهم، طب انت بالبيت حاطتيه بحمايه كثير كبيره، حاطتيه بالبيت بقيود كثيره، فهو اجباري ما حيكون عنده هاي المرونه لينقل ويتكيف. نعم، يعني رندا قلتي كثير كلمه مهمه انه بيجوا الاهالي بس بيقولوا انه انا ابني ما تاقلم، طب انه في سبب معين حتى ليش غيره مثلا قدر، معناتها هون كمان البيت هو له دور كثير كبير بتنشئه الطفل ويمكن تمهيد له لدخول مرحله جديده هي خلينا نقول الروضه او المدرسه او انت حتشوف رفقات جداد، يعني كمان الاهل شوي يهيئوا طفلهم قبل ما يبعثوه على المدرسه ويرجوا يشكوا انه والله ما تاقلم. تماما، هي الفكره بالتنشئه الاسريه والتمهيد، لما انا بكون حاميه طفلي كثير او عاطيته قيود كثير او حتى متساهله معه كثير، لما ما بيكون في توازن بالتنشئه او بالتربيه المنزليه، لما بدي انقله على خطوه ثانيه فهي اللي هي الروضه، فهو حتكون البيئه اكبر المحيط اكثر، مو كلهم نفس ما بالبيت، كل واحد عنده عادات مختلفه، فليفوت هي اول خبره للطفل يتعلم حتى ليصير شاب وصبيه، هي الخطوه الاولى ليتعلم كيف يتكيف مع المحيط. فهي التفاصيل مثل ما ذكرتي لما الام بتمهد هي عملت انفصال امن اولا لابنها وثانيا عطته خطوه اولى او مفتاح اولي لحتى يعرف كيف ينسجم مع المحيط. للاسف نحن بنشوف هذا المشاكل اكثر عند الاطفال اللي عندهم اعاقات معينه، هذول اكثر معرضين لانه يكون في عندهم سوء تكيف بسبب شعورهم بالنقص عن رفقاتهم، ولو كانت الاهل داعمين او كانوا بيربون طريقه صح او عاطينهم هاي المساحه ليقدروا ذاتهم، ولكن الطفل دائما هو باللاوعي بقارن نفسه مع الناس الثانيين، فلما بيلاقي خصوصي لما تكون الاعاقه جسديه لما بيلاقي انه انا رفيقي قدران
يمشي انا مالي قدران. فمثلا هذا المثال بخلي يكون عنده سوء تكيف، نحن دائما بندعمه انه نعطي الطفل نقويه بنقاط القوه اللي فيه، خليه يبرز فيها موهبه، نشاط ثاني بعيدا عن اعاقته لحتى يعمل هذا التوازن. طيب كمان في قصه انه في كثير من الاهالي بيقارنوا بالغير من الاطفال، المقارنه احيانا بيكون لها منحى ايجابي واحيانا بيكون منحى سلبي وبيأثر على كمان سوء التكيف للطفل، كمان بحكي لنا على هي القصه. انا بقول لهم دائما في انا عندي نوعين من المقارنه، لما بجي انا بقول على طفلي مثلا انه مثلا طفلي متاخر او مثلا طفلي ما عم بيتكيف منيح او عنده سلوكيات، بقول له بعد ما بتشتغلي عليه او بتدربيه او بتعودي قيسيه على حاله اولا مدى تطوره بهي الفتره، وبعدين بتقيسيه على رفقاته وعلى الاطفال اللي من اعماره. ما بصير انا قارن الطفل ولو ضمنيا طفل بحس، ما بصير انا قارنه بينه وبين طفل ثاني، هو مختلف بالظروف، مختلف بطريقه التربيه، مختلف بكثير اشياء حتى بالامكانيات، دائما نحن في عندنا فروق فرديه. لهيك انا دائما بتوجه الطفل تماما نقيس نقاطه القوه والضعف عنده هو كشخص، وما يكون في عندنا مقارنات تبع انه اشوف كيف ابن خالتك تميز، فيمكن يكون في ظروف، يمكن هو مو هذا مجاله اللي هو بيبدع فيه، يمكن في عنده مجال ثاني. فهي طريقة حوارنا، طريقة انتقائنا للكلمات ولو مع الأطفال نقول ما انتبهوا مثلا ما حسوا، لا بالعكس الطفل كتير بينتبه وكتير حساس وكتير بيتأثر، خصوصي من ملاحظة الأم والأب لأنه هن مثاله الأولي بالحياة. صحيح، يمكن ايضا انسجام الطفل بالبيت مع اخواته كمان له دور كثير كبير بانه هو يقدر يتاقلم مع رفقاته. بنشوف احيانا كثير اشخاص او اطفال ما بيتاقلموا مع رفقاتهم، بعد فتره ما عاد فيهم يتركون، يعني بصير الوضع عكسي. خلينا نحكي ايضا يعني شو التكيف، كيف بيحصل التكيف، يعني كيف بيتكيف الطفل؟ هل المعلمه بتحببه بالمدرسه؟ هل الاطفال بيكونوا عم يلعبوا معه مبسوطين هن سوا؟ يعني كيف بيقدر يحصل على التكيف؟ هلا في كثير من الاطفال بيكونوا هن اجتماعيا ضعاف، ما بيكونوا لسه بالدرجه المناسبه لانه فورا يكونوا اجتماعيين ويفوتوا ضمن مجموعه، لهيك دائما بنقول انه دائما يبني علاقه ايجابيه مع الشخص الراشد الموجود اللي هو مثلا المعلمه. صحيح. المشرف اللي موجود او الام اذا فيها بالفترات الاولى تقدر تدخل معه. فلما بتصير هاي العلاقه لانه هو الطفل بيقلد ونشوف امه مرتاحه او بشوف للشخص الثاني، فهو بشكل تلقائي بيقدر يكسر هذا الحاجز. فلما بيكون في نشاط والطفل ما انسجم فيه بحاول انا بالتدريج خليه يندمج معهم، والاب قبل ما ادمجه بدي اشوف يا ترى هو ما اندمج لانه ما بده يجرب او لانه خايف او لانه تجربه جديده او هو عن جد ما بيقدر يشارك، انا ما فيني احطه بنشاط انا بعرف هو ما له قدران يشارك فيه او ما عنده هاي الامكانيات، بالعكس انا هيك حزد له احباطه وحزد له انسحابيته وحيكون في عنده عن جد سوء تكيف، ما حيمشي الحال. لهيك انا بنقي له الانشطه المناسبه اللطيفه اللي انا متاكده تماما حيقدر ينجزها، وبعدين بخليه يشارك مع صديق بيكون من شوي من اطباعه نفس هدوءه مثلا او نفس درجه اللي هو بيلعب فيها، بيكونوا بيتشابهوا وشوي شوي بيمشي الحال بصير. نعم رندا، يعني كثير في دائما الاهل بيخطئوا خاصه بتربيه اول طفل بياكلها، يعني في كثير من القصص مثلا انه اول ما يدخل الروضه كمان بصير في سوء تكيف بالنسبه للطفل. اليوم كيف في الام تكون مراقبه لطفلها حتى يقدر يتاقلم ويتكيف، خاصه عم نشوف المشكله كثير شائعه هلا عند الاولاد انه معلق باحد الاهالي بالاحد الابوين الأب أو الأم. وما عم يتكيف مع الاولاد لا بالروضه ولا بالمدرسه، فكمان هي نقطه كثير مهمه حتى الام تدير بالها على هالنقطه وتحاول تساعده. لك شو النقطه الاساسيه اللي انا بشوفها باغلب الامهات، انه الطفل لما بيكون بيبي صغير فهي الام هي اللي بتكون متعلقه فيه، فلما بتكون هي متعلقه فيه فبالمقابل هو حيبادلها بنفس الشعور، فبعد فتره لما بيكبر وبلش يقدر يعتمد على نفسه هذا بصير الموضوع ضاغط لها، بصير بيضغطها انه طيب اعتمد شوي على حالك، بس انت ما اعطيتي الخطوات الاولى ليعتمد على نفسه فيها. هون بتنشا العلاقه الغلط اللي ببلش هو يكون اعتمادي عليها
يتكل عليها، تكون مصدر الأمان الوحيد له، إنه هو أنا ما فيني أعمل أي شيء لما تكون ماما جنبي. هون لما أنا بدي أجي فوراً طلعه من هالبيئة البيت وحطه ببيئة تانية، إجباري حيصير عنده سوء تكيف لأنه ما بيشبهوا بشي حيلاقيهم ولا عندهم هاي العلاقة. يعني صار هو وقع بين مشكلتين، بين مشكلة انفصال عن البيت وعن أمه وعن الأمان اللي هو فيه، وبين فجأة صار بوسط تاني هو مضطر يتكيف معه، هو ما عنده أي طرق أو أساليب ليتعلم أنه يتكيف معه. لهون أنا دائما بقولها للأم أنه حتى بقلب البيت ولو أنت مالك قدرانة تطلعي من البيت أو تبعدي عنه، أعملي أنشطة منفصلة عن الطفل. كيف منشجعهم أنه عدي ولوني أنت وياه؟ لا، كمان حاولي تعطيه أنه يلا أنت مثلا نرتب غرفتك، أنا مثلا رح أعمل الغداء. هذا النشاط كتير بسيط وكتير بالبيت ممكن يصير، بيعطي للطفل أنه أنا فعلا بقدر أنجز شيء بعيد عن أمي ولو كان بعيد بغرفة. يعني هي هذا أضعف الإيمان، يعني هي أبسط الطرق اللي نحن ممكن نشتغل فيها لنعطي شوية دفع لابننا ليكون مستقل وعنده المفاتيح ليقدر يكون متكيف. التكيف بده كتير إمكانيات وبده كتير عوامل ليكون الطفل عنده بنية صحية نفسية يقدر منها يقدر يتكيف مع المحيط اللي عايش فيه. أكيد. نعم. رندا، أيضا إذا واجهنا هيك مشاكل مع أطفال رغم مرور مدة زمنية معينة إلا أنه هن ما عم يقدروا يتكيفوا وعم يعانوا، حتى الأهل عم بيعانوا، يعني طبعا إجباري الولد بده يفوت على المدرسة، بيفوت على المدرسة يتأقلم ولا بده يتأقلم، يعني ففي طرق معينة ممكن اتباعها بالتنسيق بين الأم والكادر التدريسي ليقدروا أنه لا يخلوا الطفل شوي يتكيف مع الوضع اللي هو فيه. هلا المقابلة الأولى اللي بتصير بين الأهل والمدرسة هي كتير نقطة مفيدة، لأنها بتعطي المفاتيح للأهل للمدرسة ليعرفوا هذا الطفل بشو بيحب، شو بيكره، من شو بيخاف، وشو أكتر شي بيريحه. دائما الطفل لما بيغير بيئته، حتى نحن وقت نغير بيئتنا بيكون في عنا شوية قلق لأنه أنا فايت على تماما لبين ما نتأقلم. إذا استمر هذا القلق والمدرسة أخذت بالتعاون مع البيت كل الإجراءات ليتكيف الطفل وما حقق هذا التكيف، فلازم يكون في استشارة، لأنه نحن ما عدنا صفينا بمشكلة الأساسية، ما عدت تسوء التكيف، صار في مشكلة قلق أو مشكلة تانية هي عطيتني ظواهر مظاهر سوء التكيف. لهيك أنا بشوف الأساس المشكلة وبحلها. أنا دائما الأطفال بعطيهم خليني أقول لك شهر، هذا إذا كان الطفل كتير متعلق بوالدته، ودائما كل ما كان العمر أبكر كل ما كان التكيف أسهل، طريقة بيكون مرونة أكثر للطفل. صحيح. فلما بيكون جاي بعمر شوي مأخر وكان بالبيت مع والدته فهو متعلق فيها، وبعد بشهر بهالتدريج وبالطرق كلها ما زبط، أكيد لازم يكون في استشارة. نعم. رندا، يعني كيف الأم بتعرف أنه طفلها صار عنده سوء تكيف مرضي وبحاجة لاستشارة من أخصائية؟ نحن دائما الطفل ما بيحكي بشكل واضح، بيعطي سلوكيات، ممكن تكون سلوكياته مثلا النوم بالليل صار في اضطراب بالنوم، ممكن صار في اضطراب بالاكل او شهيته زادت او خفت، ممكن تحسي صار يحكي بسرعه، ممكن لما بفوت انا على البيئه الجديده اللي ما له متكيف فيها ممكن مثلا يصير عنده ردود فعل، مثلا ممكن تجعه معدته، ممكن يسخن. هي بتكون اعراض لما باخذه على الطبيب بيقولوا لي ما في شيء، هو بيكون عرض نفسي. فانا هدول لما انا بشوفهم وما خفوا بالتدريج، هن بيظهروا عند كل الاطفال، بس اذا ما خفوا بالتدريج فانا لازم يكون في عندي استشاره لحتى اشوف شو فيني اعمل. بقول لها اذا ما حبيت اخذ الاستشاره، لسا نحن في كثير اهل بيقولوا لك مخاف وحطيه بكذا بيئه او انت معه، خديه على كذا مكان وانت معه، مشي بالطريق اذا يعني امكانياتك ضعيفه، تأرجي تفوت محلات هاي اللي فيها ناس لحتى نقدر انا افصل هل هو ما عم يقدر يتكيف بس لانه متعلق فيني او لانه ما عنده خبرات جديده، او هل هو في مشكله اساسيه انا لازم الجا فيها لمختص. نعم.
نعم، يعني في كلمات معينة أنتم بتستخدموها يمكن تحفيزية للطفل، يعني كثير بينبسط الطفل بس تقول له معلمتك برافو أنت بطل مثلا، أو في شغلات هيك صغيرة بتعطوهم إياها. بتذكر نحن وقت كنا صغار كانوا يحطوا لنا نجمة بيطبعوها طبع، فكنا نحن نعمل أي شيء لناخذ ورفق، يعني حتى رفقاتنا يصيروا بدهم يعملوا مثلنا مشان ياخذوا هيدا النجمة. قديش الكلمات التحفيزية المشجعة بتدعم الطفل وممكن تخليه يتأقلم لو كان هو شوي انطوائي؟ الطفل كتير ذكي وحساس ليقدر يعرف تماما هل انت عم تقلي له هالبرافو بيستاهلها ولا لا، انت بس او انت بس لانه عم بتصايري. وبنفس الوقت رغم انه بيعرف تماما انه يمكن ما بيستحق هاي البرافو، ولكن هي كتير بتعطي دفع لقدام. في فكره ثانيه مثل ما ذكرتيها النجوم او هدول، هلا بهذا الجيل صار ما عاد ياخذ النجمه يمشي بدك تجمعي له ياهن كمان انه لازم يجمع بنجمة. اي انه مثلا لتجمع هذا، انا بالعكس هذا تعزيز طويل الامد. يعني انا مثلا انه بعد اسبوع بلاحافظ على سلوك معي، اذا كل يوم الصبح ما عذبت انت وعم تجي وما عم تبكي حتاخذ مثلا نقطه، بتجمعهم باخر الاسبوع. فانت حقول لماميتك مثلا تاخذك مشوار انت بتحبه عند التيتا مثلا او شيء، فانا اعطيته تعزيز وبنفس الوقت اعطيته المكافاه، هي معنويه ما لها ماديه. هذا مع الوقت بيخلي اللي يكون عنده مثل ما ذكرتي هون، نحن كون اشتغلنا اجتماعيا اكثر، فهون بخلي انه يتقبل حاله، يتقبل انه هو عم بيقدر ينجز، ما عاد عنده احباط، صار اجتماعيا بحس حاله متميز برفقاته. هذا كثير بيساعد لانه انا ما فوت بمشكله لا مشاكل نفسيه ولا حتى مشاكل بسوء التكيف. طب رندا، شو هي النصائح اللي ممكن تعطيها لكل ام حتى فعلا طفله يتكيف ويصير في انسجام مع المحيط؟ كيف نحن الرسائل اللي بنقولها لطفلنا نحن قبل ما نوصل له اياها نحن بنكون عم نحكيها. لما انا مثلا بقول له انا خايفه اروح على هذا المكان لانه مثلا الناس اللي فيه ما بيشبهوني، او لما انا دائما بذكر مفردات بقارن فيها الناس ببعضها، فهو حيبلش يعمل اسقاط على حاله انه انا كمان انا ما لازم اكون هيك، انا يا ترى انا عندي هاي الشغله السيئه اللي ماما ما بتحبها ولا لا. فهي المراقبه الدائمه اللي انا الطفل بيحط حاله فيها بدون ما يعبر عنها، هي بتخلق دائما ردود فعل او بيكون عدواني او بيكون كثير انسحابي وانطوائي، انه انا لا انا اساسا ما بدي فوت بهي التجربه لحتى ما حدا ياخذ عني فكره لا منيحه ولا سيئه، فما بيفوت بي باي تجربه. يعني يا رندا مع هالنصائح هي بدنا نتشكرك وبدنا نرجع نجدد هيك معايد عليكي وعلى كل النساء السوريات، عم نخص النساء السوريات لانه يعني يمكن هيدا الحرب اثبتوا هن قدرتهم على مواصله ومتابعه المسيره، مسيره الحياه المتعبه والشاقه. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، كل سنه وانتم سالمين. شكرا لك يا رندا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا.